يعني عمليا يجب أن نتحدث بالنسبة والتناسب، لا يمكن يعني الحديث عن تونس كما سوريا كما ليبيا كما اليمن أو البحرين بشكل عام. يعني المشاريع المطروحة يعني يجب أن نفرق بين احتجاجات الناس وهو حق مشروع وعادل، وهذا أكثر من حق مشروع، هذا يدل على حيوية الشعوب، أن الشعوب لا تموت مهما يعني تعرضت لمصائب ونوائب وإلى آخره تتحرك، لكن الشعوب لا تغير. يعني الثورات، عندما نقول ثورات معناها تغيير المنظومة وتغيير باتجاه استراتيجي وتغيير باتجاه إعادة بناء، وهذه مسألة لا تتعلق بأن الشعب يريد والشعب لا يريد وإلى آخره، هذه مسألة أخرى متعلقة بالقوى السياسية وموازين القوى وقدرة هذه القوى السياسية عن أن تمتلك مشروع فعلي قادر على إحداث التغيير على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والأهم من ذلك الجيوسياسية. ما حملته بشكل عام يعني وخاصة في تونس، ولم يزل على ما أعتقد، أن هذه الدعوات أن الديمقراطية هي اللعبة الانتخابية وننتخب من نريد في صناديق الاقتراع، هذا جزء، لكن ننتخب لماذا؟ نغير كيف؟ بأي اتجاه يمكن تغيير؟ هذه المسألة لم تطرح حتى للنقاش، وإن كانت يعني كل الجماهير العربية لم تزل تحلم ومستعدة أن تضحي أكثر في أكثر أكثر، لأن ليس لها خيار. المسألة مطروحة على القوى السياسية، هل لديها مشروع للتغيير؟ هل ما تدعو إلى تغييره هو نفس النموذج الذي يعيش فيه العالم وتعيش فيه تونس وكل الدول التي تعاني من أزمات، وحتى الدول الغربية التي تعاني من نفس الأزمات؟ هذه مسألة متعلقة بقدرة هذه الطليعة إذا شئنا بالتعاون وليس فيما بيننا بالشعب على بحد مستوى ذاته. أن تغير. نعم.